أهلا بكم يا أصدقائي مع سلسلة ملوك التكتيك. السلسلة دي هنستعرض فيها العديد من ملوك التكتيك على مدى عصور الشطرنج، منهم اللي وصل إلى بطولة العالم زي أليخين وتال وفيشر وكاسباروف، ومنهم اللي اعتبر كأنه بطل للعالم زي أندرسون وبول مورفي، ومنهم اللي اكتفى بلقب أحد أعلام الشطرنج المشهورين زي سبيلمان ومارشال. ودلوقتي يلا نشوف هذا الفيديو. فيديو رقم 7، وهنستكمل فيه رحلتنا مع ملك التكتيك ألكسندر أليخين. أليخين في الدور ده بيقابل أحد أبطال العالم وهو أمينويل لاسكر، اللي احتفظ بلقب بطل العالم لأطول فترة في التاريخ. يا ترى أليخين عمل ايه مع لاسكر في لقائهم في بطولة زيورخ 1934؟ يلا نشوف الدور. d4 d5 c4 e6 knight c3 knight f6 knight f3 bishop e7 bishop g5 knight bd7 e3 castle rook c1 c6 bishop d3 dc4 بيشوب c4. التفريع ده تفريع معروف ومحفوظ في جنبية الوزير المرفوض، وبيوصل منه الابيض والاسود لهذا الموقف اللي فيه الابيض بيتمتع بمساحة اكبر من مساحة الاسود، وعشان كده لاسكر لعب نايت d5. النقلة دي ادخلها كابابلانكا كمناورة لتحرير المساحة بتاعت الاسود في جنبية الوزير المرفوض. الاسود بيتبع مبادئ الاستراتيجية اللي بتقول ان الطرف اللي له مساحة اقل يجب ان يكسر بعض القطع لكي يحرر دوره ويكتسب بعض المساحة. والابيض كمل بيشوب e7 كوين e7 نايت e4. النقلة دي بقى من ابتكار أليخين، ولاسكر كمل نايت 5 f6. لو لاسكر ملعبش نايت 5 f6 ولعب مكانها النقلة كوين بيفور تشيك، كان أليخين هيبقى أكتر سعادة، لأنه هيكمل بكوين d2 كوين تيكس d2 تشيك كينج تيكس d2، والأبيض عنده تفوق بسيط في مرحلة نهاية الدور. طبعا لبعض خبراء الشطرنج اللي بيقولوا إن مرحلة نهاية الدور بتبدأ مباشرة بعد تكسير الوزيرين. على أي حال لاسكر كمل هنا بنايت 5 f6 وكمل الدور نايت g3 e5 كاسل e4، والابيض هنا لعب نايت f5 عاوز الوزير. دي قد لا تكون النقلة الافضل، ولكن النقلة الافضل هي e takes d4، على اساس ان الابيض هيفتح العمود e وبيهدد بروك e1 ويسيطر على العمود e، والرخ بيحتل العمود بتمبو على الوزير. لكن على اي حال أليخين ملعبش e takes d4، انما لعب نايت f5 عاوز الوزير. وكمل الدور كوين g8 نايت 3 d4 نايت e5 بيشوب b3 بيشوب takes f5 نايت f5، وهنا لعب الاسود نقلته السيئة الوحيدة في الدور كوين b6، والنقلة دي هتكون مصدر كل المصاعب اللي هيلاقيها الاسود في الدور. كان الافضل للاسود بدل ما يلعب الكوين b6 ان يلعب النقلة الاجبارية g6 اللي هتطرد الحصان f5 اللي هيسبب ازعاج كبير للاسود فيما بعد. وبعد تراجع الحصان موقف الابيض والاسود بيميل الى التساوي، لكن بلعب كوين b6 أخذ أليخين المبادرة وبدأ من هنا تهديدات لا تنتهي إلى أن فاز بالدور. وتعال نشوف إزاي. أليخين بدأ بكوين d6 عاوز الحصان، نايت e d7، روك f d1، روك e d8، كوين g3، g6. الأسود بيلعب النقلة اللي كان مفروض يلعبها من أكتر من 3 نقلات، لكن حاليا اصبحت بدون قيمة لان البيدق مربوط على الملك.
وألف نكمل بكوين G5. الأبيض دلوقتي بيهدد بلعب روك D6 عشان يضرب الحصان اللي على ال F6، والأسود لعب كينج H8، ودلوقتي بيدق G6 أصبح غير مربوط، والأسود بيهدد إن ياخد حصان F5. لكن إليخن عدل خطته، وبدل ما يجي بالرخ في D6 جه بالحصان نايت D6، ودلوقتي بيهدد إن يفوز بمادة، وهو البيدق اللي على ال F7، وكمان هياخده بكش. والأسود كمل كينج G7، وهنا إليخين لعب نقلة من نقلاته القوية E4. النقلة دي بتضم بيدق E للهجوم، وفي نفس الوقت بتحرر الصف الثالث علشان يقدر الرخين ينضموا إلى الوزير والحصان في الهجوم على الملك الأسود. والأسود كمل بنايت G8 بروك D3. الأبيض بيبدأ في تجميع قواته، ودلوقتي الرخ مستعد للانضمام للوزير على أحد الأعمدة لمهاجمة الملك الأسود. والأسود كمل بF6 عاوز الوزير. أليخين قال لو الأسود ما كانش لعب الF6 ولعب مكانها بنفس الهدف لـ H6 كان محضر تكوينة بارعة بتبتدي بنايت F5 تشيك، معتمدا على إن بيدق G6 مربوط على الملك كينج H7، وهنا أليخين هيكمل بنايت تيكس H6 وهيضحي بالحصان. طبعا لو الأسود أخد الحصان الأبيض هيلعب روك H3 وهيربط الحصان وهياخده وكش مات للملك الأسود، ولذلك أفضل نقلة للأسود في هذا الموقف إن يلعب F6، والأبيض بيكمل بنقلة أجمل وأجمل وهي نايت F5 وبيسيب الوزير مجانا. والأسود لو لعب F takes G5 الأبيض هيكمل بروك H3 تشيك وكش مات في النقلة القادمة. على أي حال الأسود ملعبش ال H6 إنما لعب ال F6، وأليخين برضو أنهى الدور بطريقة جميلة وبنفس النقلة نايت F5 تشيك، معتمدا على ربط بيدق G6 كينج H8. ودلوقتي في قطعتين مطلوبين من الأبيض، يا ترى هينجو بأنه منهم؟ لكن أليخين دائما بيخبئ لنا الجديد، وكمل كوين تيكس G6. بالطبع الأسود لو أخد الوزير H takes G6 الأبيض هيلعب ببساطة روك H3 تشيك نايت H6 روك تيكس H6 تشيك ميت. لاحظ إن الفيل الأبيض ضارب مربع G8 والحصان ضارب مربع G7. الحقيقة تكوينة بارعة من أليخين بننهي بيها هذا الفيديو ورحلتنا مع أليخين العظيم اللي استغرقت 3 حلقات، وإلى اللقاء في الفيديو القادم مع ملك جديد من ملوك التكتيك.